السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة كده الفيديو بتاعنا سهل جدا وبسيط، يعني لو حابين كده تاكلوا حاجة مسكرة او حاجة حلوة في وقت قليل، كمان المكونات تكون موجودة في كل بيت، مفيش اسهل ولا ابسط من الوصفة دي. كل عشاق الفطاير، يعني كل الناس اللي بتحب الفطاير تجيبها من برا، النهاردة هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة بدون اي دقيق او عجن او اي حاجة من الحاجات دي تماما، بلفة جلاش كده. وهنعمل اكتر من نوع من فطيرة، يعني اكتر من فطيرة باكتر من طعم من فوق، كمان بحشوات مختلفة. هوريكم النهاردة يعني نوع واحد من الحشوات، ولكن لكم ان تتخيلوا ان انتم ممكن تحطوا اي حشوة فيها بتحبوها. النتيجة حلوة جدا ومذهلة وبسيطة وسهلة وكل حاجة فيها. تابعوا بس الفيديو كده وانتوا هتعرفوا كل التفاصيل. كمان كده تقدروا تعملوها كبيرة او صغيرة، انا حبيت اعمل الحجم الصغير ده علشان كل واحد يمسك واحدة في ايديه كده ويدوب يقطم منها على طول. قبل ما ابدأ كده في الفيديو، لو اول مرة تشوفوني انا ابرار ثروت، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ده لايك وشير. يلا بينا على طول نشوف عملنا الفطاير التحفة دي ازاي وايه هي الطريقة والتفاصيل. يلا بينا على طول. الفطيرة بتاعتنا النهاردة ليها اكتر من مرحلة، يعني شوية مراحل كده بنجهزها وبعد كده بتكون جاهزة على طول عندنا. اول مرحلة عندي وهي مرحلة الحشو، النهاردة هعملها بالقشطة الكدابة. عندي 3 كوب من الحليب، هحط عليهم باكت من الكريم شانتي اللي هو الجاهز ده. بعد كده هحط عليهم 3 معالق معيارية كبار يكونوا ممسوحين من النشا. هسيب لكم كده كل المقادير في صندوق الوصف للي حابب يجربها. حاولوا كده النشا تكون المعالق المعياريه يا دوب ممسوحه كده، علشان لو زودتوا عن كده هتمسك قوي معاكم ومش هتديكم النتيجه المطلوبه. اخر حاجه هضيفها هو باكت من الفانيليا علشان يدينا ريحه كويسه للقشطه بتاعتي. هقلب الكلام ده كله على البارد، وبعد كده هرفعه على نار تكون متوسطة لحد لما يغلي ويبدأ كده يبقى كثيف معايا وتقيل. على طول بقفل النار وبفضيه في طبق تاني لحد لما يبرد تماما. هنركنه بقى كده على جنب، هسيبه لحد لما يبرد تماما. بعد كده بتحسوا ان قوامه كمان بيتقل عن كده شوية، يعني انا مش محتاجة انه يكون اتقل من كده. كده اول حشوة عندي جاهزة زي الفل. تاني حاجة محتاجينها معانا وهو شربات يكون بقوام وسط، يعني ولا هو خفيف ولا تقيل. انا جهزته وعملته وهسيبه يبرد كويس جدا معايا. طبعا انا عملته معاكم قبل كده علشان كده ما عملتوش في الفيديو. بعد كده هجهز خليط الدهن. عندي نص كوباية من الزبدة السائلة، هحط عليها 1/3 كوب كده من اللبن الرايب. لو ما عندكوش لبن رايب هنجيب زبادي ونخفه بشوية من المي، هيدينا نفس التأثير. بعد كده هحط نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. بيكنج باودر هنا ليه دور مهم جدا جدا، وهو انه بيدي الفطيرة بتاعتنا قوام كده في الفرن، بتبدأ تنفش شوية وتعلى معانا، يعني بجد محتاجينها قوي معانا في الخليط، فما تستغنوش عنها تماما. هقلب كل الخليط ده وبكده الخليط بتاعي يكون جاهز. نيجي بقى للجلاش. الجلاش اخر حاجة بطلعها علشان يفضل طري معايا، انا هشتغل فيه على طول فهيفضل طري معايا. لو انتوا هتركنوه شوية يبقى بقماشة مبلولة وتغطوه علشان يفضل بقوامه معاكو. هجيب 3 ورقات على بعض علشان عايز اعملهم زي مربعات صغيرة. اللفة نفسها كان فيها الحد ده، فانا مضطر ان انا اقطع منه. يعني لو الورقة بتاعتكم مظبوطة تماما تقطعوها كده من النص على طول، ولكن هي مش هتفرق كتير. هعملها كده على شكل مربعات، يعني كل ورقة هتتقطع، الورقة الواحدة هتتقطع لأربعة. علشان كده حطيت 3 ورقات على بعض علشان يديني كمية كبيرة. بجهزهم كده الأول وبسيبهم على جنب. نيجي بقى لطريقة عمل الفطيرة بتاعتنا. بنجيب الخليط اللي جهزناه، وهجيب اول ورقة وهدهنها من الخليط بتاع الزبدة مع اللبن الرايب.
او الزبادي زي ما قلتلكوا لو خفتوه بشوية من المية. بندهن الورقة كويس جدا، وبعد كده بجيب ورقة تانية وبحطها عليها. اهم حاجة كده تظبطوها كويس على بعض. بعد كده الورقة التانية بندهنها برضو بنفس الشكل، تدهنوها كده كويس بكل الخليط اللي عملناه مع بعض. بعد ما دهنتوها كويس بنجيب كده مربع من المربعات الصغيرة اللي عملناها وبحطه في نص الورقة وبدهنه زيها بالظبط. المربع الصغير ده فده دوره ان يحمي الحشوة بتاعتي، احط فيه الحشوة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. تحطوا كده معلقتين ثلاثة زي ما تحبوا، يعني حابين تكتروا او تقللوا، ولكن خلوها كده في المعقول، يعني من 3 لـ4 معالق بس. وبعدين هقفل الورق بتاعي شبه الظرف بالظبط. بصوا شايفين الطريقة عاملة ازاي، بنقفله كده من الـ4 اتجاهات شبه الظرف لحد لما يدينا شكل المربع اللي انتوا شايفينه. ويدوب بس اخر طرف كده بديله دهنة صغيرة من الخليط علشان يتماسك. بجيب كده الصاج بتاعي وورق من الزبدة وببدأ ان انا احط عليه الفطير اللي انا عملته او الفطاير اللي عملتها. عملت التانية بنفس الشكل والتالتة والرابعة، اعملوا الكميات اللي تحبوها. في المرحلة دي بكون مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180، يعني يكون سخن مسبق. بعد كده بدهن وش الفطيرة بتاعتي من نفس الخليط اللي عملته وادخله الفرن رف اوسط، بيقعد من 20 لـ25 دقيقة لحد لما تاخد لون ذهبي كده من تحت ومن فوق. الفطيرة دي انا حبيت بس اديكوا حشوة واحدة كفكرة، ولكن تقدروا تنوعوا في الحشوات، يعني تحطوا كاستر، تحطوا شوكلت اللي تحبوه. اول ما الفطيرة بتاعتي بتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وهي سخنة كده، على طول بننزل بالشربات البارد، يعني الشربات بتاعنا ضروري يكون بارد جدا والفطير بتاعنا يكون سخن لسه طالع من الفرن. بتحطوا كده شوية، حطوا براحتكم تماما، حابين سكره يكون قليل او كتير زي ما تحبوا. كده كده الحشوة بتاعتنا ما حطناش فيها اي سكر علشان عاملين حساب الشربات اللي هنحطه عليها. علشان تاخدوا قوام الفطيرة الطرية لازم تغطوها بورقة من الزبدة، وبعد كده فوطة تكون نظيفة. بنسيبها كده حوالي من 5 لـ10 دقايق لحد لما تطرى تماما معانا، تدينا قوام الفطيرة بالظبط، علشان ما يقولوش ان احنا عاملين جلاش، احنا عاملين فطيرة، فطيرة طرية زي اللي بنجيبها من المحلات بالظبط. حطوا بقى على الوش، زينوها او كلوها سادة براحتكو. حبيت كده برضو اديكو كام فكرة، هعمل واحدة بالكراميل مع الفستق، كمان واحدة هعملها بجناش الشوكولاتة مع شوية من المكسرات المتاح عندكم المتوافر. دايما وانتوا بتحطوا الشربات عليها خلي بالكم ان انتوا هتحطوا حاجات فوقيها، يعني دايما بتبقى مسكرة. كمان الحشوة ما حطناش عليها سكر، فحاولوا بقى تعملوا توازن بين الموضوع. كمان عملت على واحدة كده سكر بودرة، واخر واحدة حطيت عليها صوص فراولة. الصوص ده انا عاملاه في البيت، سهل قوي وبسيط، عملته معاكم قبل كده في فيديو قبل كده، هبقى اسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. وده شكل الفطيره بتاعتي بعد ما خلصت. حبيت اديكوا افكار للزينه، افكار للحشوات، يعني هي حشوه واحده عملتها ولكن انتوا تقدروا تتعددوا في الحشوات، تحشوها نوتيلا او شوكولاته عاديه، تحشوها كاستر، تحشوها قشطه كدابه زي ما انا عملت، او تسيبوها ساده خالص. في كل الحالات هتطلع طعمها حلو قوي. حلو كده، سهل وبسيط وسريع جدا، يعني مش مكلف، وكمان ما اخدش وقت معانا خالص في المطبخ، الموضوع كله بسيط قوي. كمان عملت شوية سادة كده علشان اوريها لكم، تقدروا برضو تعملوها سادة تماما، ما تحطوش عليها اي اضافات، وادوها شربات كويس علشان تبقى مسكرة وطعمها حلو معاكم. الفطيرة كده اخدت اللون الذهبي من فوق، كمان من تحت طرية تماما علشان غطينا عليها. لو انتوا حابين تكون فيها سنة قرمشة غطوا عليها شوية صغيرين وشيلوا الغطا على طول. حبيت برضو اوريها لكم من جوه عاملة ازاي، والحشو فيها خطيرة بجد، طعمها حلو قوي قوي. الحشوة كمان طعمها حلو جدا. الفطاير بتاعتنا عملناها صغننة كده علشان كل واحد ياخد بتاعته في ايده ويقطم منها على طول. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى انه يكون عجبكم ويكون مفيد بالنسبة